الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا درسنا هذا اليوم سوف يرتبط بمكون مادة الصرف والتحويل، اسم الفاعل والمفعول. إذا كيف يصاغ اسم الفاعل والمفعول من الفعل الثلاثي والفعل الغير ثلاثي؟ لاحظوا معي في الجدول لقد دونت أفعال ثلاثية وأخرى غير ثلاثية. فلنبدأ بالمثال الأول للفعل رسم. إذا رسم نوعه فعل ثلاثي. يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي على وزن فاعل، إذا رسم سوف تصبح راسم على وزن فاعل. كذلك نطبق نفس القاعدة بالنسبة للفعل خرج لأنه ثلاثي. إذا خرج، إذا أردنا صياغة اسم الفاعل قلنا من الفعل الثلاثي يصاغ على وزن فاعل، إذا خرج تصبح خارج على وزن فاعل. أما بالنسبة للأفعال غير الثلاثية مثل استقبل فهو فعل سداسي، واكتشف فهو فعل خماسي. إذا أفعال غير ثلاثية استقبل فعل غير ثلاثي. كذلك نفس الشيء بالنسبة للفعل اكتشف، إذا يصاغ اسم الفاعل من الفعل الغير الثلاثي على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره. إذا بطريقة بسيطة استقبل سوف نحولها، نقوم بتحويلها إلى فعل مضارع تصبح يستقبل. يستقبل. بعد ذلك نقوم بإبدال حرف المضارعة ياء مضارعة إلى ميم مضمومة، ثم نضيف التنوين ونكسر ما قبل الآخر، إذا تصبح مستقبل على وزن مستفعل. كذلك نطبق القاعدة نفس الشيء على فعل اكتشف الذي هو غير ثلاثي وتصبح مكتشف. مكتشف وزني مفتعل. الآن سوف نمر إلى كيفية صياغة اسم المفعول ووزن من الفعل الثلاثي وغير الثلاثي. إذا رسم فعل ثلاثي يصاغ اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول، إذا رسم على وزن مفعول سوف تصبح مرسوم. وفتح ما قبل آخره وشكرا.